طيب معايا عبر الهاتف الان كابتن الكبير كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام المصريه. يا كابتن ابراهيم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير او صباح الخير بقى للتوقيت عندكم. الساعه كام دلوقتي استاذ كريم؟ مع حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وبنشكرك شكرا جزيلا نيابه على التحكيم المصري بصفه عامه وعن المجموعه اللي موجوده في الامارات لتحكيم بطوله السوبر بصفه خاصه، ودايما حضرتك داعم للتحكيم المصري ومن نبع وطنيتك ومن نبع حياديتك، وان شاء الله القدم هيكون افضل من اللي شفته النهارده. كمان النهارده بقول لك يا كابتن ابراهيم، من اول نزولكم لارض الملعب والصوره الحلوه دي، الصوره المشرفه للحكم المصري لحد اداره المباراتين، كل حاجه كانت ماشيه بشكل كويس، ودي تحيه مني لحضرتك ومن اداره لجنه الحكام المصريه ان انتم تصروا على انه يبقى تحكيم مصري في بطوله السوبر المصري، وكان التحكيم مشرف دائما وابدا. الحقيقه طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على ثناء حضرتك على التحكيم وعلى الاداء وعلى المظهر اللي هم ظهروا بيه النهارده، ولازم اكرر شكري لمجالس اداره الانديه الاربعه المشاركين في بطوله السوبر، ومن قبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الغالية في التحكيم المصري وعلى دعمهم للتحكيم المصري. وإن شاء الله دي تبقى بداية والثقة تزيد، وإن شاء الله الأخطاء تقل والتميز يكون أفضل. إحنا بس عايزين نقول حاجة بمنتهى الشفافية. اتفضل. مفيش مخلوق على وش الأرض يقدر يمنع أخطاء التحكيم، لكن الشغل والتدريب والتطوير ممكن تقللها. صح. الاخطاء لازم هتبقى موجوده. كان الاتحاد الدولي اللي هو بيدير اللعب على مستوى العالم وعنده افضل الخبراء على مستوى العالم بيديروا، احنا بنشوف كاس العالم في اخطاء، بنشوف في البطولات الكبيره فيها اخطاء، لكن المهم عندنا ان تكون الاخطاء غير مؤثره في نتائج المباراه. هو ده اللي يعنينا في الفتره ديت، وان شاء الله باذن الله. يعني كابتن ابراهيم انت قلت بمنتهى الشفافيه، يعني انت شفت النهارده اخطاء في المباراتين، وهل كان في اي اخطاء مؤثره؟ انا عارف ان انا مش هسالك على امور فنيه طبعا او حالات فنيه، بس انت بشكل عام شفت اي اخطاء اثرت على نتيجه اي من المباراتين؟ لا كابتن، انا كابتن كريم بتكلم بشكل عام، اي شيء في الدنيا بيكون الاداء فيه غير مرضي، عشان الاداء يبقى مرضي محتاج تدريب ومحتاج وقت ومحتاج تثقيف، والتطوير ما بيجيش بين يوم وليله في التحكيم. الحكام عندنا في مصر مستواها جيد جدا وممكن يكون اكثر من جيد جدا، لكن هم السنه اللي فاتت كان فورمه الماتشات هم كانوا بعاد عنها شويه، كانوا بيلعبوا على فترات متباعده كل 40 يوم و45 يوم، وكانت ممكن توصل لشهرين ما بين المباراه والمباراه، فده كان بيخرجك بره فورمه المباريات. لكن الفتره ديت الحمد لله قبل ما نسافر عملنا كرسي تدريبي للحكام، وبعدين دفعنا بيهم في دوري المحترفين، عشان طبعا الدوري الممتاز ما كانش بدا، عشان خاطر يبقى يكونوا فورمه المباريات. فهم بداوا يقتربوا من مستواهم العالي اللي هم ظهروا بيه في كاس الامم الافريقيه في يناير الماضي. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، وطبعا احنا مش عايزين نقول حظنا سيء ان احنا بدينا الموسم ببطوله قويه جدا زي بطوله السوبر، لكن انا واثق ثقه عمياء في الحكام المصريين وفي ادائهم، والرجال معادن، وهم ظهروا النهارده بشكل مشرف وانا بحييهم، وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق في المباراتين القادمتين، وان شاء الله هتلاقي مردود افضل من اللي انتم شفتوه النهارده في الدوري وفي دخول الحكام الفورمه العاليه بتاعتهم ان شاء الله.